بهادور ستي، أنا جاية أحكي معك دقيقة. ريا شوفي. لا ولا شي. لكان يلا الأحسن تروحي تشوفي حبيبك هلأ. حبيبي؟ تعرفي؟ كان في بنات كتير جانين على الأستاذ مهرة اليوم، فأنا كرمال خلصوا منهم قلت لهم إنه أنت حبيبته للأستاذ مهرة، ورح تعصبي كتير إذا بتشوفيهم معه. يعني أنا كنت عم أمزح معهم مو أكتر. يعني ليش لحتى تمزحي هيك مسحة ساريتا؟ عن جد مو معقولة. كانت مسحة خفيفة، وبعدين هو مو كان عم يعبر لك عن مشاعره وعن حبه وأنت وافقتي على كلامه؟ خلص انسي. أنا رح غني لكم. بشو عم تفكري؟ عم تفكري بالأستاذ مهرة ما هيك؟ لا. طيب لكان لازم تفكري فيه، هو رجال حلو ومشهور كتير كمان. انت هون؟ ايه؟ أنا طلبت من ساريتا تستلم شغل الحفلة منشان عيد زواج آليا، شو رأيك؟ ليش سكتت؟ عن جد حلو، حلو كتير كمان. هلأ أنا رح غني. رح تولع. ايه. أوه لا، بانسي بدو ياني هلأ. أنا طلبت منه يلاقيني على الساعة 9:30، صار 9:30 وأنا لساتني هون. ليكي أنا صار لازم روح هلأ. طيب ببقى بحكي مع الأستاذ مهرة على التليفون. ليكي لازم تحكي معه برواق وهدوء، خليكي هون لتتفقي على الشغل معه. ماشي. ماشي. أنا رح روح وآخذ الأغراض معي. إيه؟ كيفك مدام؟ منيحة. كيف براتشي؟ أنت قلي، بتمنى تكون موظفة نشيطة. بنتك بتشتغل من كل قلبها، ما في منها. ماشي. وكمان ساريتا قالت لي إنه رح تصير حفلة هون. إيه، حفلة عيد زواج. بعتقد إنه هي هي الحفلة اللي حكيت عنها ساريتا، لهيك قلت لحالي لازم أحكي معك. الحفلة بكرة رح تكون حوالي الساعة 7 المساء، تعوا بهالوقت. وإذا في شي مهم ببقى بحكي مع ساريتا على التليفون. إيه. الرسالة. أنت بعت الرسالة؟ إيه أنا بعتها. إيه. جارسون. نعم أستاذ. وين الحمام؟ نهنيك أستاذ. بشوفك بعدين. إيه. أنا حاسة إنه حدا تاني هو اللي بعت الرسالة. غنيتي عبرت عن مشاعر حقيقية ما بقدر إلا فكر فيها ليل نهار. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.